عرفتوني. اهلا ايهاب. اهلا ايهاب، سكرت الباب وراك؟ لا حسكر. يلا سكروا تعال. غنية مستر تشيكن. اغنية مغربية. مغربية فرحة يعني؟ يعني فرح ولا حزن ولا كيف؟ لازم اقول يعني. ايه بدك تقول حزن هي. طيب بس انت شوف شو هي حزينة وانت مرن عليها كتير انه تعطيها حزن. ايه بس انت وجاية انت وهلأ واصل لهون خبروك انك ربحت نص مليون دولار من لوتو. وبدك يعني بدك تعمل هالبالانس بين انه هون وهون. اوكي يعني الا ما يطلع منك شوية فرح مش ممكن يعني. أوكي. لا خلي فوت. فوت. ايه فوت. هاي ما تفكرنيش باللي كان بينك وبيني، حرام علي شوف الفاين وصلتيني، اللي بيا جرح كبير انت سببه، نصبر حالي بنسياني داويني، ما تفكرنيش باللي كان بينك وبيني، حرام علي شوف الفاين وصلتيني، اللي بيا جرح كبير انت سببه، نصبر حالي بنسياني داويني، خليتيني كدب عيني ونسمع كلامك، غلطاني وهبتك روحي وخدعتيني، ما بقاش ينفع معتاني حلو تلسانك، وفر وقتك وانسى اليوم اللي عرفتيني، خليتيني كدب عيني ونسمع كلامك، غلطاني وهبتك روحي وخدعتيني، ما بقاش ينفع معتاني حلو تلسانك، وفر وقتك وانسى اليوم اللي عرفتيني، يقولوا فيك ولا ما يقولوش حبيبي كيف ما انت نبغيك، قلبي اختاروا ما نلوموش انا عمري هديتو ليك، يقولوا فيك ولا ما يقولوش حبيبي كيف ما انت نبغيك، قلبي اختاروا ما نلوموش انا عمري هديتو ليك، بيك نعيش وبيك نحيا اجمل قصه في الدنيا، حبك قادر علي امر انا بيني وبينك ما نعيا. شكرا. مبروكين. مرسي. مبروكين. خدنا بحلمك يا حبيبي. إيفال، إيهاب اليوم انا لقيته كثير موفق، تعابير وجهه كانت مع الموضوع ماشي بزيت الخط وهذا الشيء كان كثير منيح، النيوانس اللي استعملهم بصوته كانوا بمحلهم، وكمان كانوا ادابتي كمان معمود الجيتار كانوا عم بيلحقوا بعضهم كانوا متوازين بشكل مزبوط. شغلتين هيك صغار لازم ينتبه لهم إيهاب، هو انه الجمله الموسيقيه وقت بدها تبلش بدها تبلش دائما تكون ثابته، ما في يكون مش مؤكد من اول او ثاني نوت، وما في ينسى تجويف الصوت بمطرح ويرجع يتذكر بمطرح ثاني، ولازم كمان فتحه التم يكون عم يقدر يستعملها اكثر حتى تودي الصوت اكثر وتساعده بالتجويف. في شغله بإيهاب صار موقت ساعه يضحك ساعه حزين، بس على كل جملة يضحك جملة حزين، صفينا ناطرينه انه هلأ بده يكون حزين هلأ بده يكون مبسوط، هالشغلة كمان منا منيحة،
لازم ينتبه انه بالاداء بالصوت بالاحساس تيحسسنا انه مبسوط وزعلان. هيدي شغله كثير حساسه، يعني بده يكون بالفعل بروفيشنال تيقدر يتخطى هالشغله. بعرف انا بنعرف كلنا انه هيدا الاكسرسيس هيدا التمرين صعب لهم هلا، صعب يعني بعدهم جداد، بس هيدا الشاب عنده شيء بسموه نياص، يعني عنده تفصيل بيشتغل على التفصيل، ان كان بالعزف ان كان بالصوت ان كان بالوجه بالتعابير، كل شوي مثل كانه يرجع يتذكر هو شو صاير معه، يضحك يرجع يتذكر انه غنيه ويرجع. إيهاب شاب لذيذ، يعني وجهه هيك مثل ما قلت قبل قبول، يعني ما فيك ما تطلع فيه عم بغني، وصوته حلو، أنا بفتكر غنى حلو لأنه نحن كمان ما ننسى أنه الغنية ما منعرفها ومش معودين عليها. صعب أول مرة بتسمعي غنية مثل من أهم مطرب بتسمعيها لأول مرة بتكون غريب عليك. أنا حبيت المرور تبع إيهاب وشفته داخل بقلب بصلب الموضوع، طبعا بده تشغل أكبر ممثل تيقدر يقدر يعمل هيك. أنا بالنسبة لإلي أجمل ما في إيهاب إنه ما فيك تشيلي عينك عنه وقت يكون عم بغني، يعني ما قدرت أكتب ولا كلمة قد ما أخذني بشد بكل شيء، بحضوره بضحكته بزعله بالحزن. وكمان الشيء الحلو يلي انعمل هلا انه اغنيه ما بنعرفها، كلام مش كتير عم يعني نقدر نميز تفاصيله لانه اللهجه يعني لهجته، ولكن قدر يخدني لعالمه، قدر يشدني ومنعني اكتب ولا كلمه طالما انا عم بشوفه. انا بلاقيه بالنسبه للحضور وبالنسبه للاحاسيس هيدي شغله كتير مهمه. هلا بالنسبه للصوت، بس انا شخصيا يعني ما حسيت بمشكله صوت قد ما هالقد اتخذت بالاداء وبالحضور. انا حبيت اليوم المرور تبع ايهاب لانه اول شيء بدي احكي انه صرت شايفته بكذا نوع عم بيغني بالبرايمات وبالايفال، وكل مره عم يعطيني احساس مختلف وهذا شيء كتير حلو انه منه محصور بلون واحد. اثنين، اليوم اللي عمله لعب على التعبير تبع وجهه وحتى لعب بالموسيقى، يعني سرع التيمبو او الايقاع تبع الغنيه بمطارح، استعمل طريقه العزف كانت مختلفه، فرجتني الفرح والحزن يلي انا لازم شوفهم. بالنسبة لي كان عنده مشكلة بالبداية وبالنهاية. بالبداية كانت أول كلمة خارج الطبقة، وآخر شيء بالنهاية كانت العربة أو القفلة كانت مش كتير منيحة. وقت واحد بيكون هالقد حلو لازم بالنهاية ينتبه على التفاصيل، خصوص البداية اللي هي أول شيء بيوصل فيه للناس والنهاية اللي بتبقى بذكرتهم. بقى إن شاء الله يقدر يشتغل على التفاصيل تيصير كل مروره حلو.